انت عاوز تدافع عن دينك اتعلم دينك. بس هي ده، خلي ده شعارنا، عاوز تدافع عن دينك اتعلم دينك، عاوز تدافع عن النبي اتعلم سنة النبي. اللهم صل عليه. بس مش تقول بحبك يا رسول الله، بموت فيك يا رب، وانت مش بتتبع السنة، وانت مش عارف يعني ايه النبي كان بيصلي ازاي. ما ينفعش يا جماعة. صحيح. فهل المضمضة، وده سؤال بقى، هل المضمضة غسل البق، يعني المضمضة في الوضوء، هل المضمضة واجبة في غسل الوجه ولا مش واجبة في غسل الوجه؟ المضمضة في غسل الوجه في رأيي أنا وفي رأي بعض واجبة. واجبة ليه؟ أيوة، لأن أنا مأمور بغسل كل ظاهر الوجه. والمضمضة من ظاهر الوجه، لأنه لما بيتمضمض صيامه ما بيبطلش. لو كان باطن الفم ده من داخل البدن كان بقى المضمضة تنقض الوضوء أو تبطل الصيام. وبعدين إذا قام أحدكم فتوضأ فليمضمض، ده حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يجد السادة الحنابلة والظاهرية يقولون بهذا. يبقى المضمضة عندي إيه؟ فريضة. إذا توضأت فمضمض. إذا توضأت فمضمض، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا كده، معنى كده أن باطن الفم ده من ظاهر الوجه. يعني الرأي المالكية والحنابلة اعتبروا أن المضمضة، أن المضمضة جزء من الوجه، لأنه جزء من الوجه الظاهر اللي يجب غسله. طب لو أنا ما تمضمضتش، يبقى أنت كده ما غسلتش وجهك. طيب نسمع رأي، في رأي تاني. أختلف مع مولانا دكتور الشحات في هذه المسألة، لأن الفم ليس من الوجه، أي ليس من ظاهر الوجه، إنما هو شيء داخلي في داخل وجه الإنسان، فلا يعد هكذا. كما أن الإنسان لا يمكنه أن يفتح عينيه فيغسلهما، فكذلك لا يفتح فمه فيغسله. فعلى هذا المضمضة صارت من سنن الوضوء أو استحبابه وليست من وجوبه. أنا أميل إلى رأي فليست المضمضة واجبة، وإنما هي مستحبة، وهذا عند رأي كثير من السادة الفقهاء الأحناف وغيرهم. يعني عاوز تقول أن جمهور الفقهاء بيقول أن المضمضة ليست من أركان، ليست من فروض الوضوء. نعم. والنبي عليه السلام، لكن هي كمال ولا مش كمال؟ هي كمال طبعا، مستحبة. طيب. وسنة، ما لم تكن واجبة فهي كمالا أو يعني سنة. عندك يا شيخ أشرف عاوز تقول أنه لو توضى ونسي يتمضمض وضوءه صحيح. صحيح، ده الكلام بتاع حضرتك. وضوءه صحيح. نعم ماشي. نعم. وحضرتك بتقول لا، الوضوء لا غير صحيح، ده على رأي المالكية والحنابلة. وحديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رواية واردة في ذلك. نعم. شيخ أشرف، أنا أميل إلى رأي الجمهور اللي قاله الشيخ أشرف، إنه المضمضة هي شيء من الكماليات وشيء من الاستحباب وشيء من الندب، إنما ليست فرضا. يعني اللي توضأ وغسل وشه وما تمضمضش لسبب. طب وهو معقول يا دي شيخ رمضان النبي عليه الصلاة والسلام الآية بتقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هيقول وأنفكم وفمكم وعينكم وأذنكم. خلاص، ربنا يسرع في التفاصيل، ربنا يسرع نعسرها احنا ليه. يعني هو قال فاغسلوا وجوهكم. انا عاوز اقول ان رأي الدكتور الشحات صحيح، اقرب الى نفسي. أيه. مع احترام الكامل طبعا ليك، لانه اذا ما كانتش الاعضاء دي تتغسل وهي في الوجه في اثناء الوضوء، امال امتى تتغسل؟ ما هو احنا لما جه قال فاغسلوا وجوهكم، احنا الفقهاء برضو عرفوا الغسل ان هو سيلان الماء على العضو. ايوه صحيح. فانا سيلته على العضو اهو، مين قال بقى ان انا لازم ادخله جوه وامضمضه؟ ايوه. طب ما هي العين من الوجه. انا هفتح عين احط فيها ميه اغسلها؟ مش هغسلها. فكذلك وبعدين حمل حديث، ولذلك ربنا جاب النص كده اذا توضأت عشان ييسر علينا المساله، فمضمض يعني. الحديث ده نحمله على الاستحباب وليس على الوجوب. ما هو كثير من ما هو من كلامك رسل. صحيح. هو بيقول الحديث بتاع اذا توضأت فمضمض، بتاع لقيط ابن صبره رضي الله عنه وارضاه اللي روى الدار القطني، بيقول لك اذا توضأت فمضمض. فانت بتحمل الحديث على الاستحباب، على الندب والاستحباب.